هو أنا ما دليل عليه لكن أبداً إنه يفريستها ميلا فريق الدرجة. مركنا صاحبيال وحيلة جوجا صاحب خالية مروان عبد الحسين هو عن إسكو أرجني مجلة هلسنكي عاصمة دولك فيلان. مروان معلومة كمان أيو يجا سوري هل كان وحوكي ميت كندا وحوكي ميت هاي صاحب هذا كذا بقليا برامج كصومال ويك فيلان. مروان هرت مركو رسولو. أدوى صاحبتي محدين مع عبد الله هذا هو فرح سنة هاي يعني سومالي من فيلان يوجاليد موسف أين كل مسي وشان سنة كذب هذا هو فرح سنة مالو كدوى سنة مروان معلومة إيجا سوري سي مجالة أنا لابد أنه مرتين كنا برنامج جدي دبعنا وطلباتي كور صوب اللاضي إيجا هوري إيو وحن نور لمن صاحب هذا عن لسعن بل إنه فافا ما هو تاريخ هو صدن كبش الدون ومالك بشان أما تضرعت في اليد مع الكوي لوليو كليا إنو حسن ماذا بصدن كجون أي تهمان توحن لنا برامج كي دقنك و بشدة في اللان اسكو إيمان لهد مرين وكوي لوليو ومالك عيان فينالك سيدو كليت عم سوق ودوالي برامج كي تضرعت سوق سعودي تسوق كليا إنو حسن طبعا وحاجرة صاحب هذا كلي إن مالمي لا صور دافي أو إشلاق ودم بيسي إسبورس هو ها أو يار هذا أي ده مرتى سمفينا كله ياري فينا الكايان ما بمن أو عن رجينا يا صاحب هذا إني هل كان كلا سو عندنا طبعا فنكي أي سيدا سو كلا قيب كا أو عن رجينا ده كان كأديا أو فنانين ووين أو سومالية دو عم ولقرن إنه طبعا أي جوجان أو عن رجينا إنه إن أديا هل كان كأرك دونتان صاحبك الأيام نور بمن أنا يا مروان نمر كلو عن الدلين هاي كسر دو هذا سومالي صاحبي المركز السود وهذا ما أنتوا حشرة فيها إن المجال ده هلسنكي حرونتا ذلك فيلان إسكو أرجنا وريا سوماليات صاحبك منصر محمد عبدي أو عن فيلايو إن سديت سنة كهر سوق إندم بسقياستي أديات طبعا لما أنت هلك جونا كغيب قال كبرامج كسومالي ويك فيلان منصر صاحب هذا مناسبة دان لجوع السماء يكمل دي هاي منصر مركو رسولو محدين آدي آد أماسان تهي سيدا شاكتو هاي مقالة هلسنجي أو أنجوغن أو فيلان أه وحا أو إماني إنا كتاب قلنا برنامج كوين تضباطك رقنك سومالي ده أو أوروك داني أوروك سومالي فيلان موسف أبابولين رنتي وانا كلان كي أغوين أبد فيلان كوخب سوما هو يسوق إمادان ضد آد أكل الدون أو يوروب مالك الدون كييمد أو حتى قاركود إكي يمادين أفريكا قاركود إكي يمادين كندا مركا كلان كان وحو ديرد سارة محدينو سيدي سومالي دا حتى لو مدين لها وحل لغا هدلا يكوباد كليا ماها يدقن يتضبات كحرية دا لكن وحا سيدو كلا كجرة ضدك إن لغاو عي قليو حماها إلادا خبيالد يسيدو كلا سيدي ضدك سومالي اسكو كاشان لها ين أو ضدك سومالي لو رسي لها محدينو كلان كان إنا اسكو أرقن سديد سانا كدب دك مدح مروينا نسكيد دن بيسواح سوستا في روما إنا اس أرقن آدا أو فرح سنا منصرو دبعا مركل لغتاكو مناسبة دان مهمد دا إلهات وحاج جري إناد هالكاس إنت أدوكتين ورياش أتكمي دهيد إناد كو أرقتين داد بدن أو سوماليه دو أو مهم وها دول النمدة إيو دالكينا إن مركاس لان يردو إهور مرسا ميان محاكا غب حي مركي عد أرقتي قرباها مركي لجوغو سيدا دادك سوماليه كوي هوري إيا لان يردو كو عصب قرباها مركي عد أفيرسو أي مركاسي حرير كو الليهيد horta qurbaha dhalinyarada iyo ragii hore u joogay waa lagu kala qaybsaday marka si loo fiiriyo dadkii hore u imaaday oo 80-meedkii iyo 90-meedkii imaaday xogaa wax iska egeen dad iska qancay oo ku jira comfort zone wax la yiraahdo xadka xasiloonida oo aanan wax kale inaysan ka maqneen ka fikireenin inta badanna niyo aniga ma dhaliilay laakiin u badan inay fariistaan meelaha fadhi ku dirirka laakiin dhalinyarada bariyahan soo gashay iyo adey 17kii sanad xitaa askar u dambeysay dad ordaya oo ord uu ku furan yahay oo ninkaas uu ka go'an yahay in ama dalkii wax uu ku taro oo kiyimid isay wax istaro jaaliyada ama dadka Soomaalida uu la nool yahay wax taro ay u badan yihiin ma ka marna marka talada iyo tusaalaha dadkii waayo jooga ahaa odayaasha markaan ku dhahayo meelaha fadhi ku dirirka uma kaliya ma aha inay sheeko kaliya u joogan talooyina mararka qaar jira waayo dad waxay u badan yihiin xoog uu ciilay oo waqtigoodii soo qaatay laakiin taladoodii maskaxdooda aan laga maarmin marka waa isku dhafan yihiin waana iskaabaan runtii waana wax hadda aad dareemaysid oo meeshan dhalinyaro kaliya ma wado odayaal dhinaca kale ordaya oo taladoodii lagu socdaa marka waa horumar fiican waa socdaa sida Soomaalida qurbaha markii la fiir dhalinyaradii odayaasha isku kaashadaan
سومالي ده وضن كان يهور مركة إسمين أنت أديوكتي قيمين مقصة ما إسمين دائما أتاوريه أنت بضن كهلا هور مرادة ضدك سومالي ده إسمين يوحى أباهن إن لقوده برارو ماشا معاكو أركي سومالي حلال كهايا كل هالديغانك كوح اللبان رسمي نمان قناعسة مليونيرو وليبا أخاركود إيهين أو أد مليونيرو oo shaal u dambeysay aan aragnay xitaa milyaneer Soomaali oo dadkiisa dana si caadi ugu dhex jira qarkood aan xusuumanahay oo xusuumanahay macna waxyaabaha aad ku adag in la arko waxa kamida milyaneer Soomaaliya marka laga reebo kuwa gaar ah naqaano wadankii oo shirkada leh laakiin qurbaha marka la joogo aad u yaraan jirtay Mareykanka marka laga reebo Europe milyaneer Soomaaliya hadda aad u soo galay waliba Finland meelaha ugu saameynta badan Soomaali ka mid tahay sidoo kale waxa jira dhalinyaro hadda barnaamijkan dadka aad nagu xusuumo kale oo kamid yahay gudoomiye sharmarke abuukar amiin oo kale nin dhalinyaro ah waay dabcan oo hadda isku keenay intaanu bulsho ah isku xafaamay saameenta fahmisa sidoo kale barnaamijis waxa ka qayb galo muxuu aha booliski wadanka xitaa ilgaar ku haayo oo dhahaayo sidaan hore uma jiri jirin sidoo kale waxa wax dadka horumarka sameeyay kamida nin dhalinyaro yahay la yiraahdo asagana yahay asagana naftigiisa waartay abaabulku qayb ka ahaa asxaab badan dabcan jirta oo hadda horumar badan sameeyay marka waxa fahmay qof wadanka shalay dhow yimid intaas oo dad isku keenay xafladahan waaweyn iyo toddobaadyo dhaqan qabanaya dawladda Finland wadanka dhan ay ogtahay horumar yar ma aha marka hawl weyn aan socod daawadayaasha waxaan xusuusinaynaa programkan oo ay Musaf soo abaabushay dabcan Musaf waxaa abaabulay oo ku mideysan dhalinyaro Soomaaliyeed oo dabcan dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay ee qurbaha soo galay iyaga ayaa ka shaqeeyay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankan ay midoobaan sidaas oo kale la qabto kulamo noocan oo kale ah dabcan sanadkii labaad ayaan dhigi karnaa barnaamijkan uu hirgalo waxa ka shaqeynayaan waa dhalinyaro Soomaaliyeed intooda badan qurbaha yimid 10 sano ee ugu dambeysay taasna dabcan waa positive marka loo fiiriyo in Soomaalidu wali aanay iloobin in loo baahan yahay in loo midoobo sidii dadkii wadanka looga soo tagana loo caawin lahaa ku halkan joogana dhaqankooda loo ilaalin lahaa maadaama dhalinyaro badan oo halkan ku dhalato oo u baahan mararka qaar in dhaqankooda ay bartaan luqadoodii ay xasuustaan barnaamijka Musaf ay qabanaysana intaas oo dhan ayuu markaasi kooban yahay munasar waa mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaan maalmaha dhiman halkan si wada joogi doono waana kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad siisay saaxiibada MMC Bay aad u mahadsan Muxuudiin adiga iyo taageerayaashaada iyo dadku ugu xiranba sharaf ay ahayd inaan ka soo muuqday waqti qurux badanna aan kula qaatay saaxiibkay.